يسعد مساءكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير والمحبة والعافية عليكم، يا رب يكون يومكم مليء بالسعادة والأفراح والبركة. أهلا بكم وحياكم الله بيوم جديد وحلقة جديدة وبرنامج استراحة الظهيرة من على شاشة قناة سمراء الفضائية. سأكون وإياكم على مدار الساعة من الوقت على الهواء مباشرة، أكيد مثل ما عودناكم مع أجمل الفقرات وأيضا الجولات والتقارير وضيف أيضا من ضيوف الظهيرة المميزين. حيا الله الجميع. خلينا نبلش بأول فقرات الظهيرة وهي فقرة تنمية المواهب رغم كل الإعاقات اللي تواجه الشخص الموهوب. اليوم احنا بمجتمعنا عندنا كل الفئات العمرية وايضا عندهم كل المواهب المختلفة من الشاعر الى الكاتب الى الرسام وايضا كل المواهب اللي موجودة، لكن هم بحاجة انه يتلقون دعم اكثر من قبل الحكومة من قبل الجهات المعنية في سبيل انه هو يكمل ما بدأ به من مسيرته، خصوصا اليوم اللي يشوف الشخص اللي عنده موهبة وايضا بالاضافة الى هذا هو يدرس في مرحلة دراسة لكن هو تشوفه انه طالب مجتهد وايضا بالاضافة الى هذا يعني ما عايف موهبته، مشتغل على الجانب الدراسي والجانب الموهبي عنده. بالتالي اليوم يعني هاي الشريحة من الطلاب الموهوبين اللي عندهم مواهب يحتاجون دعم كافي، يحتاجون تسليط أضواء أكثر عليهم في سبيل أنه هم يكملون مسيرتهم بالشكل الصحيح، لأنه بالتالي إحنا اليوم نشوف أنه المجتمع دي ينحدر على مواقع التواصل الاجتماعي وصارت يعني أشياء ما تليق بينا كعراقيين وما تليق بسمعة العراق من تظهر أشياء يعني غير لائقة من فيديوهات من أشخاص ذوي محتوى هابط. فبنفس الوقت لازم نعالج هذا الموضوع بأشخاص هم عندهم محتوى هادف، عندهم رسائل إنسانية، عندهم أشياء إيجابية توصل للمتلقي مثل ما توصل الأشياء اللي هي تعتبر هابطة. فإحنا لازم نصحح هاي الصورة عن مجتمعنا بأشياء إيجابية، وبالإضافة إلى هذا لازم اليوم أنه أكو عندنا شريحة مهمة جدا من الشباب بصراحة سواء حتى الشابات هم بحاجة إلى الدعم الدائم، لأنه دائما تظلم مواهبهم بسبب أنه ما يشوفون أكو دعم كافي لهم، ما يشوفون أنه أكو فد يعني اهتمام بهم. فبالتالي يقول لك انه اغلب المواهب بالعراق هي يعني تندثر للاسف، لكن من بعد ظهور السوشيال ميديا وايضا تسليط الاضواء عليهم بشكل اكبر ممكن انه صار نوعا ما معالجه لهذا الموضوع، انه اليوم المواهب بسهوله انه الشخص يقدر يوصل موهبته للناس عن طريق التواصل الاجتماعي، وبعدها انه اكيد راح يتلقى الدعم من القنوات التلفزيونيه. مشاهدينا الكرام اكيد ما زلنا وصلناكم، لكن عندنا انتقاله الى فاصل غنائي قصير وبعدها اكيد راجعين اياكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، هذا وعدكم من بعد هذا الفاصل، واكيد ما زلنا مستمرين بفقراتنا المتنوعه، وبالاضافه الى هذا انضم وياي خطارنا وضيفنا اليوم في الاستوديو، اكيد هو مميز كالعاده الشاعر احمد قاسم الطائي. نورت يا احمد، مساء الخير. النور نوركم، مساء النور، شكرا على الاستضافه الحلوه وممتن لكم جدا. حياك الله ونورتني اليوم وشرفتني وكل الهلا بيك. احمد انت شاعر، وبالاضافه الى موهبتك بالشعر انت الان تعتبر مؤهل تكون مدرس لغه عربيه. نحكي على الشعر، شبك بديت بكتابه اول قصيده وشلون كتبت، بما انه انت عمرك بعدك يعني لا تعتبر بمنتصف بدايه العشرينات ولا سوى بدايه العشرينات. احنا يعني ما يعني خصوصا الشعر الشعبي، نعم، أو العراقيين بشكل عام داخل اشعر ان الفرد العراقي بداخله، نعم، كل شخص بداخله رساله، صح، الرسام يوصلها من خلال الرسم، صح، الفنان يوصلها من خلال الممثل من خلال التمثيل، المخرج من خلال الاغنيه كذا كذا. الشاعر اصدق صديق له هو الورقه، فعلا اصدق صديق له هو الورقه. لكن كيف بديت؟ بديت انه من خلال انه اسمع شعر شعبي هواي واقرا شعر فصيح هواي تكونت عندي هذه الملكه. لحد الان انا اعتبر نفسي هاوي، لست بشاعر، لانه بسبب صغر سني
نعم. طلعت عندي نتاجات يعني انا اني من وجهة نظري اشوفها مؤهلة انه يعني تعرض امام المشاهدين. لكن ما زلنا نتعلم، الطريق طويل جدا. طيب احمد، تذكر الموقف اللي خلاك انه تحرك شاعريتك كشاعر وتكتب وتكتشف نفسك انه عندك هذه الموهبة بكتابة الشعر؟ والله ست، هو بدايتها كانت يعني بدايتها كانت مؤلمة جدا يعني، وخصوصا اكو قضية اجتماعية جدا 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 يعني دخلت داخلي وفززت شعرتي، كنت لا اعرف وزن ولا اعرف قافية ولا اعرف كذا. كنا نذكر يعني الاحداث، احداث داعش اللي كانت في سنة 2014. نعم. كنت ولد صغير جدا جدا، لا افقه من الشعر شيء. نعم. لكن انت من تشوف هذه المناظر قدامك وتسمع هذه الاخبار لازم تترسخ بدمارك، لازم صح تحرك شعريتك، وهذه كانت الانطلاقه. ايش كتبت؟ المشكلة هي قديمة، انت لك وخذ راحتك. القصيدة قديمة. القصيدة قديمة. طيب احمد، بينما تلقى القصيدة اكو فد موضوع جدا مهم اليوم، بينما تشوف القصيدة انه اكو فد حالة يمكن نشوفها بالمجتمع، اكو بعض الناس وبعض الفئات العمرية اللي هي تكون يعني للأسف انه هم كبار لكن عندهم عقل جدا صغير، انه ينظرون الى ذوي الاعاقة انه هم يعني فد بنظرة تنمر، لكن هذا الشيء مو صحيح، هذا الشيء جدا خاطئ. اليوم الاعاقة مو الجسدية، الاعاقة هي اعاقة العقل. اليوم اذا كان عقلك معاق وجسمك سليم فما راح تكون انسان سوي. فما بينما أنا أعرف كثير من الناس اللي هم من ذوي الإعاقة وأيضا إعاقتهم ربانية، هم عندهم عقول يعني تجارية، عقول بها موهبة عظيمة، عقول توصلك إلى مرحلة من الذكاء والموهبة يعني تخليك مستغرب. يعني لازم نعلم اليوم احنا اطفالنا، نعلم اولادنا، نعلم بناتنا سواء بالمدرسة بالشارع بالكلية whatever باي مكان، انه اذا شفنا شخص عنده اعاقة معينة بجسده او بشكله ما ننظر لنظرة الشفقة، لانه بالتالي هذا انسان حالك من حالة، ما راح ينقصه شيء، بالعكس يمكن انت عندك نقوصات بحياتك بشخصيتك بعقلك بتفكيرك بكل شيء وهو ما عنده، ممكن انه هاي فقط انه هذا امر رب العالمين انه خلق بهذا الشيء، وبالتالي هو ماكو انسان كامل والكمال لله سبحانه وتعالى. نرجع لك احمد وخلينا نسمع اول قصيدة اليك. قصيدة هي لنبذل الطائفية ذاك الوقت. نعم. فأقول أمنيتي. نعم. نبدأ من الصفر. مو بس كتابات وشعر. أمنيتي نبدأ من الصفر، مو بس كتابات وشعر، ما أريد يتأذى بشر. ما أريد شي اسمه القهر، هم سامع بديرة قبل عدهم نهر، ما بي سمج ترسو بشر. الله. بس بايكر هذا النهر. الله. أمني تغير كل حزن، الدمع بدلها بورد، وأيامنا الراحة ترد ويندار ويانا الوقت، وأيامنا الراحة ترد والفقرة ما تحس ببرد، نحذفها من أفكار تروب للبعد. هسه احنا ردينا سوى، هسه احنا ردينا سوى شيعة وسنة وبوقت سفرتهم والزاخ وصلت واكثر بعد، وعدنا المسيحي طش عمر لو سيروا ويم الكرد. الله. كل دول هسه تجمعوا داخل وطن اسم العراق وللابد. الله عليك. داخل وطن اسم العراق وللابد. صح لسانك. الله يسلمك وعاشت ايدك. هاي قصيدة تعتبر للعراق وأيضا للوطن بسبب الأحداث. أحمد، هاي الكتابة وأنت كنت عمرك تقريبا يعني 14 سنة، أقل من 14 سنة، 13 سنة. نعم. شنو هاي القوة اللي دخلت بها إلى عالم الشعر؟ أنتوا عندكم أحد بالعائلة شاعر؟ لا أبدا. أنت طفرة وراك. أذكر كلام أو لقاء لطيب الذكر المرحوم جبار رشيد الله يرحمه، سألوه قال له ليش تبكي؟ كان يقول عراقي. أحمد،
دائما اني اقول لكل شاعر استضيفه انه الشعر العراقي بشجن، ليش؟ يعني يتبع الواقع ست. انت هسه الام من تنوم ابنها تنومه بوزن العدل اللي هو النعاوح نصيحه بالضبط. هذه حزن. المنتخب من يفوز احنا نبكي، يعني ليش نبكي؟ هذا واقعنا، هذا واقعنا. احنا حتى بفرحنا اكو دمع، صح؟ حتى دم، يعني حتى فرحنا بدموع. احمد، لكل شاعر بيئه تاثر على شاعريته وعليه هو كشاعر. يوم بيئه احمد وايضا المكان اللي درس بيه احمد، ايش قد اثرت عليك؟ نبديها من البدايه لو فتره الجامعه فقط؟ ابدي لي اياها من البدايه. فتره انا يعني سادس ابتدائي او المتوسط، فتره الانتقاله من الابتدائية للمتوسطة. الابتدائية للمتوسطة نعم. كانت يعني غيرت من شخصيتي هواي، غيرت من شخصيتي هواي. سمعت الشعر أكثر، كانت مقتصرة على الكاسيتات بذاك الوقت، صح. لكن طلعت على الانترنت أكثر، سمعت شعر أكثر، ويعني اكثر شعراء العراق انا سامع لهم. لكن انت ذكرت لي بالكواليس انه انت اذنك تسمع لاكثر الشعراء، هم الله يرحمه الراحل المدرسه العظيمه الله يسلمك سمير صبيح، الله يرحمه. نعم نعم سمير صبيح صانع جيل، صانع جيل. هذا لا يعني انه بقيه الشعراء هم كلهم مدارس، كلهم لكن مدارس. انت متاثر بهذا الشعر، لكن هذا الشخص ما متاثر به. طيب. هو مو التاثر، لكن انا استلذ بالقصيده. بالضبط، وانا اريد ارجع على هذا الموضوع. انت مشيت على نهج سمير صبيح، لو انت خليت لون خاص باحمد قاسم الطائي؟ لون ما اقدر اقول لون، لانه عمري الشعر قصير. انا دائما اقول انه الموهبه ما تندك، ما تقارن بالعمر، لكن انه انا قلت لك انه انت بعمر صغير لكن كلماتك كانت مؤثره. يعني اليوم اكو شاعر يجي عمره مثلا في منتصف الثلاثينات بالاربعينات ما عنده القدره على ايش كتابه. نعم نعم. طيب كثير من الشعراء اللي هم يجهلون الى موضوع الوزن والقافيه، دراستك لقسم اللغه العربيه ايش قد ضاف لك لهذا الموضوع؟ انت متقصد دخلت لغه عربيه على نعم الشعر؟ نعم 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 نعم. وهذه يعني ضاف لي كثير، ضاف لي كثير. من الاشخاص اللي اخجل اطلب من شخص تعال علمني كذا، تعال شلون هذا البيت الشعري شلون يصير كذا. عانيت بدايتي لدراسه العروض جدا، الوزن الشعري جدا عانيت، لكن يا سبحان الله مع نهايه هذه المرحله اللي درست، اللي هي المرحله الثانيه درسنا فيها ماده العروض، حسيت اختلاف في كتابتي للشعر، اختلاف. قمت اعرف البيت الشعري اذا كان طالع عن الوزن، يعني اذني ما تستسيغه، صارت اذنك. نعم. شعريه، اذني موسيقيه. نعم. طيب احمد، انت جدا بشوش وكلماتك وتعبيراتك تصل للقلب بدون استئذان، لا تخجل، هذه حقيقه وايضا مو مجامله، يعني انا ما احب اجامل بهذا الموضوع. نسمع شيء، نسمع غزل. انت قايل لي كاتب غزل، يعني غزل القصائد الغزليه انا اكتبها تماشيا مع القصه، لانه يعني اتخيل قصة واكتب عليها. خيالك واسع. الله يسلمك. نعم، وعندي تجارب للقصص القصيرة. ها حلو، هاي تفاجئني. نعم تجارب. يلا نسمع وبعدين نرجع للقصص. نعم. القصيرة. تحداني شخص انه اكتب غزل، قال لي انت كذا يعني لا تستطيع كتابة الغزل. فقلت احس كلمة احبك بس عليك تلوك. ماي الروح احسك انت ترويها، تصدق من اشوفك جن اشوف الكون، واصعد للشمس راسا واطفيها. شلان بضواي دامك انت وياي، ووصيل القمر خلي يلتحق بيها قبل صحراء اروعي. وهسه لما جيت خضار وورد قام يخضر عليها. الله. قبل صحراء اروح وهسه لما جيت مي ورد قام يخضر عليها.
عشت عمر الجقارة تقبلوا أنداس والامل بروحي من يحس بيها، لكن لما شفتك حالي كلش غير، سامع للبنفسج من اغنيها راح ارجع واقول لك بس عليك تلوق، لانك ما يروحي انت توي. الله عليك، صح لسانك. احمد انت قلت لي انه انت تكتب، يعني كاتب بعض الشيء اللي القصص القصيره وضمنتها ببعض القصائد. نعم. طيب منو اللي دعم احمد؟ منو اللي انطى الانيرجي يكمل ويستمر؟ ورغم انه انت كل المعوقات اللي بحياتك، لكن انت اليوم وصلت لمرحله دراسيه اكو ناس ما قدرت توصل لها. اولا الدعم الاول والاخير للوالد والوالده، هذا شيء ما اقدر انكره نهائيا. تحياتنا لهم والله يحفظهم. الله يسلمك. ما اقدر انكره نهائيا، يعني الاب والام اللي يكرسون حياتهم ووقتهم ودوامهم كلهم كل الاحمد، هذا شيء يعني ما اقدر انساه واخجل انه احكي به صراحه. اخجل انه اوصفه. كل مرحله دراسيه احنا نمر بها لازم يكون هناك مدرس قدوه ياخذ بيدك الى الصف ويا الرحله والتفاصيل. نعم، الى هذه التفاصيل. كل مدرسين اللغه العربيه حتى ما انسى احد كانوا مساندين لاحمد بقضيه اشعاره رغم استماعهم القليل للشعر الشعبي، لكن عندهم حس شعري. نعم، لكن يعني ما دام هو تحت اطار الشعر فهم يعني قدموا لي المسانده اللي احلم بها صراحه. اي كل على مود لا اذكر اسم وانسى اسم اخر، فاقول كل مدرسين اللغه العربيه. طيب احمد، اليوم اكو نظره انا ذكرتها قبل قليل بحديثي، نظره من الناس تجرح، يعني عذرا على السؤال هذا، لكن تعرضت لي تنمر، تعرضت الى كلمات خادشة من ناس معاقين عقليا، انا يعني اسميهم دول اعاقة العقلية عندهم. وللعلم عذرا على المقاطعة، الاعاقة العقلية تكون يعني ما اعرف شلون اوصفها، لكنه اصعب بكثير من الاعاقة الجسدية. ست التراشق بالكلمات قد يؤذي القلب اكثر من جرح السكين. اوف، حبيت هذا الجواب الدبلوماسي. طيب. التراشق بالكلمات يعني انا مريت بها، لكن التراشق بالكلمات يجرح القلب اكثر من جرح السكين. اي والله. ومرات يعني نتمازح انا والوالد، اقول له انت تساعد المريض انه ممكن احنا نطيب خاطره بالكلمات، انت تطيب خاطره بالادويه، فانا وياك واحد. صحيح. نعم، تعرضت لكثير من اشياء، من اشكال التنمر. اشكال التنمر تعرضت له، يعني ابسط مثال انه شخص يعني يتنفس او يكون بعيد ل يكون يتقصد يبتعد عني على مود لا صيحه انه يدفع العربه او كذا او كذا، هذا ابسط مثال في على صفحه. لكن الكلمات اكو كلمات البعض يحسها بسيطه لكن هي تجرح، لكن هي تجرح تجرح. يعني الإمام علي ذكر بحديث إلى أنه قال بي أنه رأيت رقبتي كرقبة البعير، على مود أنه يحس بالكلمة قبل ما ينفضها يخرجها. صح صح. أتمنى هذه النظرية، لأنه إحنا الإمام علي عليه السلام شخصية ذات بعد إنساني كبير جدا، بعد إنساني كبير. نعم. طيب احمد، كتبت دارمي، كتبت ابوذيه، لو ما تطرقت لي هذه النوعيه من الابوذيه كاتبها قليل، خليني اسمع شويه. سمعي. اقول هسه الروح فرحت وانت بيها وتحسك انت بنها، انت بيها امان الروح يمي، انت بيها تجيك وما تهاب من المنية. الله، ليش حلوه كتاباتك، استمر بيها. الابوذيه تكون ممكن مساحتها اقل من القصيده. الجناس جناس الابوذيه يحكم الشاعر.
عندنا شعراء اختصاص بهذا الفرع من فروع الشعر الشعبي. طبعا احنا عندنا فيديو لإلك، ما اعرف اذا اعرف اذا قالوا لك انه دزولية او لا، بس يمكن كملوه الشباب وده ينعرض حاليا على الشاشة. هو بيوم تخرجك وكان والدك معك وايضا والدتك. نعم. انا ما شفته بصراحة، انه انا دمعت لانه فيديو انساني نوعا ما وايضا بمشاعر صادقة. ايش قد دعمك ابوك؟ ايش قد حسيت انه هو اليوم دخل وصل؟ هذا السؤال، وجه له كلمة من خلال الفيديو. هذا السؤال يعني صراحة الكلمات تلاشت. من تقولي لي ايش قد دعمك ابوك، ليش هو اذا ابويا اذا ابي ما موجود يصير احمد؟ لا طبعا خلاص، فالوالد والوالدة كأنهم هم اللي درسوا وهم اللي وصلوا، أحمد لا شيء. تهدي لهم شهادتك؟ طبعا، كل عمري كل عمري. يعني يقول لك يعني كل عمري لهم. بدي اشوف دي اخونك التعبير وايه من عمري لهم. يعني هذا السؤال مباغت صراحه. الله يحفظهم اليك ويحفظهم ويحفظك لهم، وان شاء الله يا رب يفرحون بيك ويشوفوك في اعلى المراتب. احمد، هذا الفيديو ممكن يكون رساله لكل اب ولكل ام، يعني يعنفون اطفالهم، يضربوهم، يبطلوهم من مدارسهم، او اكو هاي الحاله الجديده اللي صار انه يرمون اطفال رضع بمكان النفايات ومكب النفايات. خلينا يشوفون اليوم اكو جزء ايجابي من بعض الاباء والامهات اللي هم حنوا ظهرهم لتربية أولادهم وتوصيلهم إلى مراحل دراسية عالية. أحمد، اليوم مجال التدريس كلغة عربية مو سهل، خلينا نكون واقعيين، صعب جدا كدراسة، صعب جداً. وكتدريس صعب جدا. يعني احنا أنا هسه كتدريس انه خضت تجربة انه ادرس ويعني ادرس وادرس بالوقت نفسه. صعب جدا، شلون انت توافق بين الدراسة، يعني انت تدرس وتدرس الطلاب اللي يجوا مثلا ان كان للبيت او يتصلون بيك، وخصوصا انه يحتاج كتابة على السبورة، وهاي العائق الاكبر. لكن انا متماشي وياه، متماشي جدا. طيب فكر انه انت مستقبلا ممكن تكون مدرس لو انت مبتعد عن هذا الجو، انه خلاص مجرد شهادة بكالوريوس للغة عربية. الطموح مستحيل ان يقف الى حد معين. الطموح مستحيل ان يقف الى حد معين. اول ما يوصل سقف طموحاتي لشيء معين، بدايه الفشل لي شخصيا، بدايه فشل. اكيد لازم تكون سقف طموحاتك عالي بسبب انه انت تبدع اكثر. احمد، للاسف داهمني الوقت، بسبب اللغوني انه داهمني الوقت، لكن انا جدا استمتعت بهذه الدقائق الجميله ويا حضرتك وبثقافتك العاليه وبكتاباتك الرائعه. تحياتي اليك ولوالدتك ولوالدك، ويا ربي اشوفك بلقاءات اخرى والك انجازات اكثر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم على اتاحه هذه الفرصه لي، يعني وجدا ممتن لكم. شكرا لإدارة القناة، شكرا برئاسة السيد المدير، وإن شاء الله نشوف قناة سمراء من تألق إلى تألق آخر. ممنونة ونحل بيك وحياك الله ونورتنا. مشاهدينا الكرام، خلينا ننتقل إياكم إلى فقرة أخرى من فقرات الظهيرة، وهي فقرة جولات الظهيرة مع الزميل حيدر، هو حول الدفع الإلكتروني. خلينا نروح نشوف الجولة وبعدها أكيد راجعين إياكم. ترحيب شعبي بنظام الدفع الإلكتروني الذي أصبح ساريا في بعض الدوائر ومراكز التسوق، والذي أقرته بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية وتوجيه لأغلب المصارف والبنوك بتوفير هذه الميزة عبر بطاقتها الإلكترونية. اليوم انا مع هذا الشيء، الحداثه مطلوبه، التطور مطلوب، لكن مو فجاه يكون. يعني اليوم حتى نشوف بعض البنزين خانات اللي صار بيها دفع الكتروني، نشوف قالوا احنا نمتنع بعد التعامل مع العمله الورقيه، بالتالي اليوم اكو واحد ما عنده مثلا او ما مطلع على هاي الحداثه وما مطلع مثلا كي كارد او ماستر كارد، فبالتالي اليوم احنا نقول شويه شويه مع المواطن نستخدم الطريقتين، وان شاء الله يعني بالايام القادمه يتم تفعيله بصوره كبيره بكل المجالات، بالاسواق وحتى بالاماكن الطبيعيه والعاديه.
مواطنون أكدوا أن الدفع الإلكتروني حالة إيجابية، وهو نظام متطور في الكثير من دول العالم، وأن العراق تأخر كثيرا بالاعتماد على هذا النظام. أغلب دول العالم أو كل دول العالم اليوم سافرت وشفت كل دول العالم تتعامل يعني بالتعامل الإلكتروني بالبطاقات الإلكترونية، راح يوفر لك هواي أمور. يعني أنت ما حاجة أنه تشيل بعد وياك نقد، سرقة ما سرق، أنت اليوم خلي بطاقة وين ما تريد تصرف فيها براحتك، وما عدا أنه تريد اليوم تشتري من محل تجاري مثلا على سبيل المثال وتعامل بالدولار، أنه البطاقة ما تدعم له الدولار، راح تقص الدولار على سعر الرسمي، على سعر الصرف الرسمي. هو خصائص الدفع الالكتروني، اولا بجانب امني نقول عليه، يعني انت مكان ما تشيل اموال جيبك عندك كارت تدخله بالجهاز تستلم فلوسك، يعني هذا بفوائد كثيره، يعني ما تتعرض الى سرقه او تتعرض الى ابتزاز او تتعرض هذه، وهاي بعدين معمول هو كل دول العالم. فوائد كثيرة بالاعتماد على نظام الدفع الإلكتروني، منها الحد من التداول بالعملة الورقية والحفاظ على الأموال بطريقة صحيحة وزيادة أمان الدفع عن الدفع النقدي. لسامراء الفضائية علي الحسني، بغداد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وشكرا للزميل علي الحسني على هذا التقرير اللي عدناه من بغداد. بالتأكيد اليوم علي اختار لنا موضوع الدفع الالكتروني على اساس يطبق بالايام الجايه، لكن اليوم اكو بالموضوع احنا نتساءل عنه، هل الدوله لها امكانيه كافيه انه هي تتحمل عبء الدفع الالكتروني من ناحيه الامنيه سكيورتي حقوق الناس؟ بالتالي هاي مسؤوليه جدا كبيره، يراد لها اجراءات امنيه جدا عاليه، واي ثغره لازم تتم معالجتها، لانه بالتالي هاي اموال ناس، واكو ناس على قد حالها، اكو ناس عايشه على الرواتب، فمن المستحيل اليوم هذا الموضوع يقبل اي خطا او اي اختراق امني. اريد اشوف يعني انه عندكم هاي الامكانيه الكافيه انه انتم تخلون الدفع الكتروني. طيب انه اليوم خلينا النفط او البنزين على الدفع الالكتروني، اكو مو كل الناس عندها، لازم تكون متوفره هذه البطاقه الالكترونيه لكل فئات الشعب العراقي. وبالتالي من نفكر بهيج خطوه جباره لازم نكون انه احنا محاسبين لها كل خطوه بشكل جدا دقيق، لانه انا مثل ذكرت قبل قليل انه هذه مسؤوليه، اليوم مسؤوليه اموال الناس مسؤوليه جدا كبيره. فالوضع اللي احنا نعيشه حاليا، ارتفاع الدولار، الازدحامات الخانقة، الضغوطات، هاي كلها تصير عبء على المواطن. احنا مقبلين على شهر رمضان، شهر الخير والبركة، واحنا لحد الان الدولار منازل، والوضع من سيء الى اسوأ بالشوارع من ناحية الازدحامات. اصحاب التكاسي اذا باليوم اشتغل يعني انه اخذ مرتين اجره، هاي يعني ممكن انه يمشي قوت يومه. طيب انتوا تفرضون عليه انه هو يكون الدفع الالكتروني، وانتوا اكو امور واكو خفايا واكو اشياء عاجزين انه انتوا توقفوا يعني تسووا لها اي صوره حل. فبالتالي من نقبل على هذه الخطوه، من احنا نكون مرفهين، ما عندنا اي يعني ما عندنا اي ضغوطات، لانه يعني قبل قليل انه شفت الشوارع المزدحمه والتكاسي والناس صار عندها حاله ذعر وتفاصيل، يعني ما اريد اذكرها، ما اريد نمطي الطاقه السلبيه، لكن احنا ما عندنا الامكانيه، وما اعتقد راح تصير الامكانيه الامنيه الكافيه للموضوع الدفع الالكتروني. من احنا اليوم نشوف انه احنا بلدنا في تطور، نعم، لكن احنا نحتاج بعد، نحتاج مهله بعد، نحتاج الى تطوير بعد، يلا نوصل الى هاي المرحله. مشاهدينا الكرام، خلينا ننتقل وياكم الى فقره اخرى من فقراتنا، وهي فقره مدن. اليوم راح نتحدث عن مدينه الجمال، وايضا الطبيعه الساحره، وتعتبر جنه الله على الارض، هي اسطنبول. خلينا نروح نشوف هذه المدينه ونتعرف عليها اكثر، ومن بعدها اكيد راجعين وياكم. إسطنبول أكبر مدينة في تركيا،
اسطنبول والمعروفة تاريخيا باسم بيزنطة او القسطنطينية او الاستانة واسلامبول، وهي اكبر مدينة في تركيا، وينظر اليها كمركزا اقتصاديا وثقافيا وتاريخيا للبلاد. تمتد المدينة على مضيق البسفور وتقع في كل من اوروبا واسيا، حيث يبلغ عدد سكانها اكثر من 15 مليون نسمة، ويشكلون 19% من سكان تركيا. اسطنبول هي المدينة الاوروبية الاكثر اكتظاظا بالسكان والمدينة 15 في العالم. تعد اسطنبول مدينة كبرى، حيث تغطي مساحة المدينة 39 مقاطعة تشكل محافظة اسطنبول. تطوق اسطنبول المرفأ الطبيعي والمعروف باسم القرن الذهبي، الواقع شمال غرب البلاد والمعروف قديما باسم تراقيا. تأسست المدينة باسم بيزنطة في القرن السابع عشر قبل الميلاد من قبل المستوطنين اليونانيين من ميغارا في عام 330. جعلها الامبراطور الروماني قسطنطين الكبير عاصمة للامبراطورية، وعاد تسميتها اولا الى روما الجديدة نوفا روما، ثم القسطنطينية من بعده. نمت المدينة من حيث الحجم والنفوذ، واصبحت في نهاية المطاف منارة لطريق الحرير وواحدة من اهم المدن في التاريخ. كانت هذه المدينة عاصمة لدول الامبراطوريات عبر تاريخها الطويل، فكانت عاصمة للامبراطورية الرومانية والامبراطورية البيزنطينية والامبراطورية اللاتينية والدولة العثمانية، وفي معظم المراحل احيطت المدينة بهالة من القداسة، اذ كان لها اهمية دينية كبيرة عند سكانها وسكان الدول المجاورة، فكانت مدينة مهمة للمسيحيين بعد ان اعتنقت الامبراطورية البيزنطينية الدين المسيحي قبل ان تتحول لتصبح عاصمة الخلافة الاسلامية من العام 1517 حتى انحلال الدولة العثمانية في العام 1924. آيا صوفيا من اهم المعالم في المدينة. شهد هذا المبنى بالاساس ليكون كاتدرائية البطريركية الارثوذكسية، وعند الفتح الاسلامي تحول الى مسجد، وعند قيام الجمهورية التركية اصبح متحفا. كان هذا المبنى كاتدرائية القسطنطينية في الفترة الممتدة بين عامي 360 و 1453. مسجد السلطان أحمد، بني هذا المسجد في الفترة الممتدة بين عامي 1609 و 1616 خلال عهد السلطان أحمد الأول، ويعرف أيضا باسم المسجد الأزرق. مسلة تحتموس الثالث. كانت هذه المسلة موجودة في معبد الكرنك جنوب الصرح السابع، حيث رفعها الفرعون تحتموس الثالث آمر الإمبراطورية قسطنطينوس الثاني بنقل هذه المسلة وواحدة أخرى عبر نهر النيل وصولا إلى الإسكندرية عام 357 احتفالا بذكرى توليه العرش منذ 20 سنة. المسجد الجديد، يعرف هذا المسجد أيضا باسم مسجد ديني ومسجد والدة السلطان، وهو يقع على مضيق القرن الذهبي جنوب جسر جلطة. ابتدأ بتشييد هذا المسجد سنة 1597 بعد أن أمرت ببنائه السلطانة صفية زوجة السلطان مراد الثالث. قصر الباب العالي ومتحف تشورى ومسجد فتحية وجسر البسفور وقصر طولمة بهجة وبرج جلطة ومسجد أردكوي وقلعة روملي حصار وقصر كجسكو وقناة الصقر الرمادي وقصر سيد الأسياد وقصر يلدز. كل هذه القصور والمعالم التاريخية تعد من أهم معالم وتاريخ اسطنبول. تقسم اسطنبول إلى 39 مقاطعة، منها 27 تشكل المدينة الفعلية، وتعرف جميع هذه المقاطع باسم اسطنبول الكبرى، وهي تدار من قبل مجلس بلدية اسطنبول الحضرية.
تقسم مقاطعات اسطنبول الى ثلاث مناطق اساسية: شبه جزيرة اسطنبول ومقاطعتي بيك اوغدي وبشكتاش ومقاطعي اسكودار، وامتدت اسطنبول وتوسعت شرقا غربا وشمالا الى ما وراء حدودها التاريخية. تقع اعلى الابراج مباني المكاتب العصرية في احياء الشرق الحيثية، ومسلك على الجانب الاوروبي، وحي كوزياتايد على الجانب الاسيوي. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، رجع لكم بعد ما تعرفنا على اسطنبول هذه المدينة الجميلة، وأيضا على كل معالمها التاريخية وأيضا الدينية. نعرف أنه أغلب الجوامع المشهورة هي موجودة في داخل اسطنبول، وأيضا كثير من الأماكن السياحية اللي دائما نشوف أنه كل الناس ترغب أنه تروح تزورها وتشوف الجمال الموجود بيها، بالإضافة إلى أنه بها آثار كثيرة. اسطنبول اليوم هي معلم ديني من ناحية الجوامع التاريخية والقديمة اللي موجودة داخل اسطنبول كثيرة، وأيضا لها مكانة خاصة في يعني بالشرق الأوسط، أن هي تكون هي جزء من أوروبا، فبالتالي دائما نشوف أنه الناس يرغبون يروحون لإسطنبول بسبب جوها يكون دائما لطيف بصراحة، وأجواءها الحلوة والبحر وهذه التفاصيل كلها أشوف الناس ترغب تروح لإسطنبول تتعرف عليها أكثر، خصوصا موضوع المسلسل اللي عرض قبل فترة طويلة جدا هو حريم السلطان، وأيضا كان يتحدث عن الدولة العثمانية و قصور السلاطين، فاليوم صار حافز عند الناس انه اليوم تعرفون على قصر السلطان سليمان، على قصر السلطان سليم، على قصر السلطان مراد، فكل هذه الامور المسلسلات التاريخية هي تسوي حافز عند السواح ان هم يتعرفون على كثير من الثقافات التركية، وحتى اذا كانوا لانه هي المسلسل ترجمت الى اكثر من لغة، فبالاضافة الى هذا يساعد انه اليوم نشوف سواح اجانب يتعرفون على جوامع كثيرة وايضا كنائس موجودة في داخل اسطنبول، وبالاضافة الى هذا الشيء مشهورة هي بجمال طبيعتها ومناطقها الساحرة بالطبيعة، سبحان الخالق اللي وضع كل هذا الجمال بطبيعة تركيا وبالتحديد اسطنبول، بالتالي هي دائما تكون مركز لتجمع كل الجاليات العراقية والجاليات من كل دول العالم. اليوم اي شخص يحب انه يلتقي بابنه ببنته دائما يرغبون انهم يلتقون في تركيا في اسطنبول او في اي محافظة اخرى، لانه مثل ما ذكرت انه هي تكون جزء من اوروبا، وبالاضافة الى هذا هي تسمى روح الشرق الأوسط. مشاهدينا الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام حلقتي في هذا اليوم، لكن قبل ما أختمك في الموضوع كلش حابة أحكي به، موضوع الازدحامات والاختناقات المرورية اللي تحدثت به قبل قليل. ما أعرف اليوم شنو اللي يصير ببغداد، يعني معقولة من منطقة إلى يعني قريبة مجرد أنه فلكة بنص شارع تأخذ من الشخص الواحد ساعة ونص، السيارات واقفة تماما، السير واقف تماما. طبعا تحية حب وإجلال وإكرام واحترام إلى رجال المرور أنه يحاولون يسيرون السير لأنه بشكل صحيح، لكن أنه يا ريت نوضع حد لموضوع الاختناقات المرورية وأيضا اللي تصير بسبب التعمير، يعني يا ريت أنه يفتحون طرق إضافية في سبيل انه احنا نخلص من هذه الازدحامات. مشاهدينا الكرام، الى هنا اصل لكم الى ختام حلقتي في هذا اليوم، اتمنى ان استمتعتوا هنا بفقراتنا اللي قدمنا لكم اياها من خلال برنامج الصراحة الظهيرة، شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وايضا شكر خاص لكل كادر العمل وكادر البث المباشر اللي كان يرافقني على مدار الساعة من الوقت. انتظرونا يوم غد ان شاء الله بيوم جديد وحلقة جديدة، الى اللقاء.